تحدياتنا الاجتماعية نواصلها بوفائكم وبكرم متابعتكم، ونضعها معكم تحت مجهر أهل الاختصاص وفهم ما ينتظرنا وتحدي لنا جميعا. مرحبا. أسرار عائلية على مكتب الوظيفة، هل تعد ثرثرة خلال العمل أم عادة سيئة أم فسحة للفضفضة ولكسب ثقة الزملاء؟ تتباين الرؤى وتختلف الآراء، لكن الفيصل هنا هو التحليل الرصين للظاهرة مع المختصين. ولمناقشة الموضوع تنضم إلينا الدكتورة خديجة زيدي، معالجة نفسية وأستاذة التعليم العالي في علم النفس المرضي السريري. صباح النور دكتورة. صباح النور، شكرا جزيلا على الاستضافة. مرحبا، نورتيني. كما ينضم إلينا الأستاذ العربي البهلالي كوتش، متخصص في الإيجابية. صباح النور سيدي ومرحبا. صباح الخير وشكرا على الدعوة. مرحبا، نورتني. طيب أبدأ معك دكتورة زيدي. المحافظة على الأسرار العائلية تشكل منطقة أمان، فهل يصح إفشاء الأسرار العائلية؟ لكن في البداية دعينا ربما نتعرف على الأسرار العائلية، ماذا نعني بها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أود بداية أن أشكر قناة ميديا تي في على هذه الاستضافة الكريمة، وأشكرك شخصيا سيدة خديجة، كما أشكر الطاقم التقني جميعه. أما بعد، بالنسبة للأسرار العائلية فهي كل ما يخص حياة الشخص الشخصية والحميمية، يعني المتعلقة ببيته، المتعلقة بأطفاله، المتعلقة بأمواله، بمشاكله إلى آخره. طبيعة هذه الأسرار كونها دائما يجب أن تبقى يعني حصرا أو لا تبقى ما بين أفراد العائلة فقط. كما يقال لا تنشر غسيلك القذر أمام الملأ، يعني هذا المثل يحث الناس على الاحتفاظ بأسرارهم، ولكن ما نراه غالبا في المجتمع ديالنا هو عكس ذلك. الإنسان مثلا تأخذ وسيلة نقل عمومية فتجلس بجانبك سيدة أو لا شخص ما، تتبادلان بعض الكلمات وبعض الحديث، فتراه يعني يحكي لك بعض الأسرار يعني الخاصة جدا في أسرته. هذا الأمر هذا من وجهة نظر علم النفس هو كونه يعني واحد الكلان او واحد القناه ديال ان الانسان كيحاول يفرغ عن ذاته ذلك الشحنه الثقيله جدا ديال السر او ديال هاد المشاكل، فيجد بان الشخص الذي امامه كانه اناء لاستيعاب ذلك الامر. هذا الأمر هذا يعني تراه غالبا في بعض يعني الطبقات الاجتماعية البسيطة أو حتى يعني الفقيرة، وكلما على مستوى الشخص الثقافي ويعني العلمي كلما يعني قل إفشاؤه للأسرار. هذا الكلام ليس لي، هو كلام ديال دراسة بريطانية قالوا أجروا من خلالها الباحثين واحد دراسة على ما يقارب 3000 امرأة بريطانية، فتبين لهم أن واحدة من 10 ديال النساء لم تتمكن من الحفاظ على السر، وأن ما يقارب من النصف من هذه العينة اللي يشتغلوا عليها يشعرن في كثير من الأحيان بحاجة إلى البوح بأسرارهن، وأن المرأة لا يبقى السر محفوظا عندها أكثر من 32 دقيقة. يعني أن هذا الأمر هذا يعني إلى كثيرين أو لا يعني يقول بأن المرأة هي أكثر إفشاء للأسرار أكثر من الرجل، في حين أن يعني كلا الجنسين كما نلاحظ فالرجل يعني يحكي أسراره العائلية والشخصية لأصدقائه وحتى بعض الزملاء ديال العمل، والمرأة تحكي أسرارها غالبا لأفراد الأسرة أو للأم أو للصديقة حميمة إلى آخره. طيب ربما أكيد عملتي توصيف دقيق للأسرار العائلية ولمن ربما غادي
أكيد غادي نطرق لهذه النقطة، لمن يجب أن نبوح له بهذه الأسرار. ومشكورة أنك وضعتي واحد التوصيف اللي هو دقيق جدا لطريقة إفشاء أو البوح أحيانا حتى لعابري السبيل أو لمن يرافقوننا في السفر. طيب دكتور بولالي، ربما أتساءل معك سؤال محوري جدا، ما هي الدوافع الخفية التي تجعل البعض يبوح لزملائه بأسراره العائلية، مثلا عن أبويه، عن أولاده، عن زوجته أو زوجها، يعني عن أدق تفاصيل الحميمية الأسرية؟ هل المسألة هنا لها علاقة، دعني أقول، بالجانب النفسي للفرد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وشكرا بزاف على الدعوة، وشكرا على الموضوع لأنه موضوع حساس جدا ومهم بزاف بزاف، لأن الأسرة السعيدة هي الهدف ديال أي مجتمع وديال أي أسرة ديال أي دولة، وكل دولة وكل مجتمع ما فيش أسرة سعيدة فأكيد هذاك المجتمع غادي يعاني من واحد ظواهر كثيرة، واحد تحديات كثيرة يصعب القضاء عليها. إذا الأسرة السعيدة هي الهدف ديال أي مجتمع، ومن أسباب إنجاح الأسرة وسعادة الأسرة هو عدم إفشاء الأسرار. يعني حتى في الدين الإسلامي ديالنا كيناقش هذه المسألة هذه ويحرمها، يعني حرام قطعا إفشاء الأسرار. يقول الله سبحانه وتعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. تقصد واللباس تقصد هنا هو الستر. نعم نعم، هنا تقصد أسرار الحميمية الزوجية، باش نكونوا دقيقين أكثر. نعم نعم، باش نعم. ما يكونش عندنا واحد الحكم اللي هو قطعي على كل العلاقات، يعني فقط هنا تخص بالذكر العلاقة الحميمية الزوجية. نعم نعم، هن لباس، يعني اللباس هو الستر، والستر هو العلاقة الأسرية بصفة عامة. نعم. يعني يجب ستر هذيك الأسرار ديال البيت كلها. دونك شنو اللي كيخلي الناس كيفشيو هذيك الاسرار اللي جيتي في السؤال ديالك، يعني خارج البيت؟ اول حاجه ملي كيوقعوا بعض المشاكل، الاشخاص او الافراد ديال الاسره كيكونوا قليل الحيله، ما عندوش الطريقه او ما عندوش الاسلوب ولا ما عندوش الكيفيه كيفاش يواجه التحديات والمشاكل ديال هذيك الاسره. دونك يلجا الى بعض الافراد، ممكن يكونوا اشخاص يعني في العمل او يكونوا اصدقاء يعني مقربين في المجتمع، كيلجأ لهم للطرح والتفريغ، كيعتبروا غير فضفاضة وكيعتبروا مجرد نقاش، لعل وعسى أنه يجد يعني بعض الحلول اللي ممكن أنها تساعده على حل المشاكل. لكن هذه المسألة تسمى استشارة، والاستشارة يعني يلزمها أهل الاختصاص، ما خصهاش يعني تمشي للأسرة ديال الزوجة أو الأسرة ديال الزوج، وما خصهاش تكون مع الأصدقاء والزملاء في العمل، وما خصهاش تكون مع أي واحد. يعني الأسرار ديال البيت يعني لازم أنها تبقى أسرار ديال البيت، سواء منطقة أمان، يعني أسرار مع تربية الأبناء أو العلاقة ما بين الزوجين أو خصوصيات يعني اللي كتعنيهم بزوج، هذه كتبقى من الأسرار. دونك بالأسباب هي عدم الثقة، البحث على الحلول، أو الفضفضة أو الحديث، يعني هكا بغيت نفرغ وبغيت نتكلم، هذه من بين الأسباب المهمة اللي كتخلي إفشاء الأسرة. ولكن إذا بغيت نفرغ أو لا بغيت نتقاسم، ربما خصني ننتقي أو نختار الشخص المناسب، لأن أحيانا سنصل لهذه الانعكاسات يعني خلال هذا التحدي أستاذ الفاضل، وربما انعكاسات اللي هي سلبية سنصل لها أكيد. دكتورة زيدي، هل يمكن أن يكون تقاسم الأسرار مع الزملاء في العمل له انعكاسات إيجابية على إنتاجية الفرد، قد تمنحهم إحساسا بالرضا، أم العكس ربما قد تعود بانعكاسات لا تحمد عقبها، مثلا كاستعمال هذه الأسرار ضدهم أحيانا تفقدهم ذاك الاحترام، يعني خصوصا إذا حكى الشخص أو باح هذا الشخص سواء كان رجل أو امرأة بأمور اللي هي حميمية بأسرار عائلية ربما فيها أشياء اللي ما يمكنش نقولها للغرباء، ولكن تستعمل ضد ذاك الشخص. نعم، عندنا في المجال ديال علم النفس ما يسمى بسيكولوجية السر أو لا سيكولوجيا السرية. ماذا نقصد بهذا الأمر؟ هذا هو أنه لا يوجد شخص ما أو أحد بدون أسرار،
كلنا عندنا أسرار ديالنا، سواء كانت أسرار خاصة أو لا أسرار مهنية إلى آخره. وغريب الأمر أنه أثبتت بعض الدراسات العلمية أن كلما كبر السر أو ارتبط بمشاعر الخزي ومشاعر مثل الهوان والضعة وقلة احترام الناس إلى آخره، كلما سارع الشخص إلى الاحتفال به وبغض النظر على يعني لمن يحكي هذا السر، نعم. هل هو أخ أو أخت أو زميل إلى آخره، كأنه كما قلت سابقا يريد أن يتخلص من هذا السر بأي طريقة ممكنة. أثبتت الدراسات كذلك بأن هذا الأسرار هذو عندما يخفيها الشخص هي تستنزف طاقته يعني الإيجابية وتشتت انتباهه، كما تسبب له يعني واحد الحالة ديال الانشغال الدائم بهذا السر. عبء، ربما كتمثل له العبء أو ثقل يعني على عاتقه. بالضبط. نعم بالضبط. هذا ربما هو يبحث عن حلول، يبحث عن يعني من خلال هذا التقاسم يبحث عن هذه الراحة النفسية، يبحث عن منطقة الراحة. نعم صحيح، سي اون بارتاجون او عندما نشارك اي شيء فنحن يعني نبحث كما قلت على هذا الراحه منطقه النفسية. الراحه صحيح. نعم على منطقه الامان، وكاننا يعني عندما نتشارك هذا السر مع زميل كأن اصبح لدينا سرا مشتركا، مما يخفف من يعني ذاك الحمل الثقيل جدا ديال السر. هل هذا ولكن ايجابي؟ المشكل نعم تماما وضعت يدك على ما كنت سأطرحه. نعم تفضلي. نعم في رأيي الخاص هذا ليس أمرا إيجابيا، لأن العمل كيبقى منطقة ديال الإنتاجية، منطقة ديال المهنية، منطقة ديال يعني بروفيسيوناليزم. أما بالنسبة للسر فهناك من يعني نحكي له أخ أخت كما قلت، يعني صديق حميم، إذا كان يعني السر خطيرة لدرجة عدم الاحتمال يمكن أن نتوجه إلى اختصاصي، مش مثلا عند أخصائي نفساني أو لطبيب نفساني. هنالك عندنا واحد ما يسمى بالسكري بروفيسيونيل يعني أو السر المهني. نعم، إذا هنا هذا الشخص هذا اللي أصبح هذا السر ثقلا وحملا يعني كبيرا على كاهله، من الأفضل يعني أن يتوجه إلى مختص، هناك على الأقل سيضمن بأن ذلك السر لن يفشى، وبالتالي سيضرب عصفورين بحجر. هو وضع السر دياله في واحد المكان اللي هو علمي وفي نفس الوقت تخلص من العبء ديال العبء وحافظ على السرية، وحافظ على سرية خصوصيته وأسراره العائلية. طيب نعم أنتقل الأستاذ العربي، هل مشاركة الأسرار بين الزملاء قد تعد وسيلة لبناء الثقة أو التقارب من جهة، أو هل يمكن أن ينطوي تحت هذا البوح أسباب نفسية اجتماعية، نقص معين أو احتياج معين قد يترجم بهذا البوح؟ أنا أردت أن أدخل يعني نوعا ما إلى نفسية هؤلاء الأشخاص. والدراسات تقول بأن الأشخاص الذين يحملون أسرار عندما يكشفون عليها مباشرة بعد الكشف عليها يشعرون باللوم وبالعتاب وبالنقد النفسي وبجد الذات. يعني أي شخص مجرد كيبوح بالسر يعني كيبدأ في جلد الذات ديالو، كيبدأ يلوم راسه وما كيحش مزيان. هو كان يسعى إلى الراحة، يسعى إلى الفضفضة، إلى التفريغ، لكن إفشاء الأسرار هو ليس حل للسعادة وللراحة النفسية، وليس حل يعني خصوصا للأشخاص اللي خارجين على النطاق ديال المشكل اللي واقع في الأسرة. إذن إلا كنت كنقلب على الراحة النفسية خاصني نقلب على النقاش مع الأشخاص ذوي الاختصاص أو مع الشخص اللي غيكون عندي معاه مثلا هذاك السر، ولا يكون عندي معاه هذاك التحدي اللي في الأسرة ديالي. يعني أول حاجة إفشاء الأسرار خارج الأسرة يجلب الضرر والأدية للأسرة ولا يجلب السعادة وراحة البال. والمختصين لديهم عدة طرق يعني اللي ممكن أنهم ينصحوا بها الأشخاص اللي كيحملوا هذه الأسرار هذه. يعني كاين عدة طرق باش أنني نفرغ يعني إذا كانت بغيت أنا كنحس براسي عامر وبغيت نفرغ، يعني كاين عدة طرق. ثاني حاجة بالنسبة للأشخاص اللي كنعطيهم الأسرار ديالي سواء أصدقاء أو أسرة أو أصدقاء في العمل، فأنا كنعطيهم منين يشدوني ومنين
نقاط الضعف ديالي، دونك الثقه في النفس ديالي كتضعف قدامهم، التقدير الذاتي ديالي كينقص، النظره ديالهم ليا هما كيبداو يشوفوني بواحد النظره دونيه، دونك واحد الطاقه كبيره اللي هي طاقه ديال طاقه القوه، طاقه القبول، كلها كتمشي ليا. وكما كنقولوا ما هذاك الانسان اللي كيبوح بالاسرار ما كيبقاش فيه واحد السر والملح كما كنقولوا بالدارجه المغربيه. تماما، وخصوصا اذا كانت هذه الاسرار استاذ العربي يعني اسرار ربما يعني اعتذر مهينه، يعني اسرار ربما فيها امور لا تقال. نعم. ستتحول من سر إلى قلة احترام ذاك الشخص، يعني سينظر نعم. إليه كما قلت قبل قليل بدوني بالدنيا، يعني هذا هو المقصود. نعم. طيب دكتورة زيدي، يعني ما المناطق المحظورة في الأسرار العائلية؟ إلى أي مدى البوح بالأسرار الخاصة يمكن أن ينزل من القيمة الاعتبارية للفرد داخل العمل؟ نعم، أولا يجب أن نبحث على الأسباب التي تؤدي بهذا الشخص هذا إلى البوح بالسر. غالبا ولا أقول دائما لأننا في مجال ديال العلوم الإنسانية توتيغولاتيف، وأي شيء وهو نسبي. نسبي. نعم. لماذا يبوح شخص ما بأسراره داخل المجال المهني؟ المفروض أنه غيكون مجال مهني فيه احترام وتبادل فقط. هذا الشخص هذا غالبا ما نجده شخصا، يعني يا اما منبودا من فريق العمل ويبحث له عن موضع ثقه، فيقوم بافشاء تلك الاسرار ضمنا منه بان يعني تقاسم هذا السر العائلي سيمكنه من ايجاد موضع قدم داخل ذلك الفريق الذي نبدا. نعم. هذا من ناحيه. من ناحيه اخرى، بعض الاشخاص ذو بعض الشخصيات المرضية يلجؤون إلى تأليف الأسرار العائلية، يعني يؤلفون يكذبون من أجل يعني كسب الثقة، كسب ثقة الآخر، كسب ثقة الزملاء. نعم، كسب الثقة، وأيضا أنهم يتعاطفون معه، يعني كيقلب على أن الآخرين غادي يتعاطفوا معه، غادي يبقى فيهم، غادي يوليو يشفقوا عليه، ربما هادشي سيؤهله أو سيمكنه فيما بعد من يعني بعض الأحيان التغيب، لابسونتيزم، بعض الأحيان يعني ما قادرش يخدم غير عنده مشاكل مسكين يخليه في حال سبيله إلى آخره. داكور، دونك هادو من ضمن بعض الأسباب. بطبيعة الحال كاينين أسباب أخرى. قلت لي بأن يعني يعني هذا التقاسم قد ينزل الشخص من قيمته وربما نعم، سيزعزع وضعه الاعتباري داخل المؤسسة المهنية. نعم، نعم صحيح صحيح، لأن كما كيقول المثل صدور الأحرار قبور الأسرار. عندما يعني انا اتقاسم واحد السر اللي هو يعني شخصي وحميمي لا يجب ان يغادر البيت واتقاسمه مع الاخرين، لن انتظر منهم يعني التعاطف او لا انتظر منهم يعني التقاسم المشكل، بالعكس راه الناس دابا يعني واصلين واحد المستوى ديال الفهم ومستوى ديال الادراك عالي جدا، ما غاديش يعني سينقلب السحر على الساحر كما كنقولوا. نعم. عوض أنهم يتعاطفوا معه ويتقبلونه ويتسامحون معه، العكس غادي يوليو يشوفوا فيه واحد النظرة اللي هي نظرة قبيحة، نظرة دونية. وأهم شيء وهو أنه سيفقدوا الثقة، لأن كما كنقولوا كما كيحكي لك الواحد من بعد غادي يحكي عليك. إذا هما بذاتهم ما كتبقاش يعني نظرة الوقار فوالا، يعني كيولي الانسان كانه يعني مكشوف امام تماما. الاخرين وعاري جدا، ليس فقط على المستوى يعني ديال من جانب الثقه، وانما كما كنقولوا كما كنقولوا بالدارجه حيت قصير. يعني بالضبط تماما. طيب استاذ العربي، هل احتياج بعض الاشخاص للفضفضه قد لا يجعلهم يفرقون ما بين ما يجب أن يقال وما لا يجب أن يقال؟ ربما يختلط الحابل بالنابل، يعني نبدأ بالبوح بكل الأسرار بكل الأمور التي تتعلق بنا، لا نفرق، لا نضع خيط فاصل أو خيط ناظم ما بين هذا الشيء خصو يتقال وهذا الشيء ما خصوش يتقال بالدارجة. نعم، هو الانسان اللي هضرنا معاه في الجانب كما طرقات الدكتوره تبارك الله ما شاء الله، يعني هناك جوانب نفسيه
يعني هي اللي كتلعب هي الحاسمه في هذا الامر هذا. نعم. جوانب نفسيه، زائد على الجوانب النفسيه هناك جوانب فكريه عقليه، يعني الطريقه ديال التفكير ديال الشخص ربما التصرفات ديالو نابعه عن افكار او قناعات خاطئه، يعني كتخلي انه يعتقد ان بعض التصرفات هي حلول ستساعده على الحصول على الراحه النفسيه، لكن هي غد تسبب ليه الاذى اكثر ما غد تسبب ليه يعني الفرح والسرور. هناك في يعني في المنهج الايجابيه ولا الاسره الايجابيه، هو الشخص الذي لا يعرف الهدف دياله في العلاقه الزوجيه هو واحد الشخص اللي غادي يبقى يعني تالف، وغادي يبقى يقل وغير ياخذ واحد النموذج ديال واحد الاسره السعيده في العقل ديالو، وغادي دائما يبقى يلجا للاشخاص يعني الغير مناسبين باش انه يبحث على واحد الراحه النفسيه. كما كنعرفوا في المراتب ديال النفس، هناك النفس اللوامه، هناك النفس الراضيه والمرضيه والمطمئنه، يعني كاينين مراتب. النفس الراضيه والمرضيه هي هو الشخص اللي عنده قوه، عنده ثقه بالنفس، هو الشخص المتفائل، هو الشخص اللي كيتكلم تلا تكلم كيتكلم على الاشياء الايجابيه فيه ولا يتكلم عن نقاط ضعفه وعن مشاكله وعن تحدياته. تمام. يعني باش ما يتضربش بها في يوم من الايام، الانسان انه يشتغل على النفس ديالو انها ترتقي من النفس اللوامه الى النفس الراضيه والمرضيه، يعني مهمه بزاف. ما ناخذش واحد النموذج ديال واحد الاسره سعيده في عقلي ونبدا نبحث عليه عند الاخرين، هذا شيء غير ايجابي. تمام. من بين الوسائل اللي ممكن يعتمدوها الاشخاص في الفضفضه وفي يعني في التفريغ كاينين عده وسائل، من بينها الكتابه. يكون عندي شي مشكل ولا عندي شي سر وحاس براسي انني بغيت نفرغه وبغيت نقوله، نورقه وستيلو ونكتب. اشخاص كي دابا كيشاهدونا وما كيعرفش يكتب، نشوف في المراه، ناخذ المراه ونشوف فيها، ولكن ملي نكون كنهضر ونتكلم بصوت مرتفع هذاك الشخص اللي انا كنشوفه في المراه ما نتخيلوش بلي راه انا، نتخيلوا راه شخص واحد اخر وانا كنتكلم معاه يعني بنفس الطريقه بانني كنعاود ليه. كن اكيد بانه طيب. غادي يحس بالراحه وما غادي يحس باللوم اللي غادي يحس به الى شكى على شي واحد اخر. من ضمن ثاني شيء نعم تفضل. بالنسبه للاشخاص اللي يعني يفشون الاسرار الاصدقاء ديالهم غير الكلام من 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 باب الكلام ومن باب الفضفضه، هما اشخاص اصلا لا يبحثون عن حلول، يعني الا كانوا عندهم مشاكل كيبغي غير يتكلم ويعاود داكشي اللي عنده ولا ينتظر حلول، حتى نعم. لو نصحه صديقه وعطاه مجموعه من النصائح ما كيتبعهاش، وحتى الاخر لن يقدم لك حلولا بقدر ما ربما كتكون عنده ديك الرغبه انه يعرف، فقط فضول لا اقل ولا اكثر. ربما هذا هنا خاص الانسان يعمل امامه، يعني هذا الشخص اللي كنحكي له او كنفضفض له لن يجد لي حلا، بقدر ما ربما غادي خصو يعرف خصوصياتك واسرارك. طيب الوقت داهمنا، غادي نمشي بسرعه عند الدكتوره زيدي وغادي نتسال معك متى يجب التحدث او البوح او الفضفضه مع الزملاء، وكيف يتاتى لنا اختيار بروفايل يكون محل الثقه. ربما يقدر يكون شخص موثوق لا يستغل هذه الثقه اللي كنوضعوها فيه، وهذه الثقه اللي كنوضعوها فيه ما يستغلهاش وتولي سلاح يدمرنا به حين تأتيه الفرصة. كيف يمكن لنا بعجالة؟ نعم صحيح. ينبغي أنا في نظري الشخصي أنه العمل كما قلت قبيلة هو مجال معروف، يعني نطاق محدد. أما عندما يريد شخص بأنه يحس بأنه مضغوط ويريد أن يبوح ويفضفض إلى آخره، يعني يذهب إلى المختص. أنا هذا يعني وجهة نظري الشخصية. إذا لم تكن له الإمكانيات، إذا لم تتوفر له الماديات يعني بأن يتابع مع مختص، الحمد لله احنا المجتمع المغربي ديالنا عندنا ذاك التآزر، عندنا ذاك التكافل والتعاون، وعندنا الأخ، عندنا الأخت في الأسرة، عندنا الوالدين، يعني عندنا الزوج أو الزوجة، يعني أعطى الله لما نتابعه. لماذا أنا أختار واحد الشخص اللي كيبقى في جميع الأحوال غريب عني، تجمعني معه فقط ظروف عمل، يعني زمالة ليست هي الصداقة، ولا تلتقي إلى مستوى الأخوة. شكرا. عفوا سيدتي تفضلي. شكرا جزيلا، وصلنا لختام هذا التحدي. أشكرك جزيلا دكتورة خديجة زيدي على كل ما تفضلتي به، شكرا على منحنا هذا الوقت في مجتمع التحدي، شكرا جزيلا لك. عفوا.
عفوا سيدتي. ممتنة أيضا لك الأستاذ العربي البهلالي، شكرا جزيلا لك على كل ما تفضلت به وعلى تنويرنا بهذه الأفكار النيرة، شكرا جزيلا. شكرا لكم وأتمنى لكم التوفيق وإن شاء الله أسرة سعيدة في المجتمع المغربي إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا جزيلا من كرمك. شكرا لفريق العمل، شكرا لكم مشاهدين على طيب المتابعة. ألقاكم يوم الاثنين وتحدي جديد على قناة ميديا تيفي مع كامل